الجو برد قوي. قد يبدو من الغريب ان اجي اكلمك عن كارت نزل من 3 شهور، بس انا تعمدت اتاخر في مراجعه الكارت ده بالذات عشان كنت محتاجه اشوف باقي كروت الجيل من انفيديا وكمان الكروت المنافسه من AMD هتقدم ايه. وبعد بقى معايا كل دول وجربتهم كلهم دلوقتي بس اعرف احكم كويس. وبغض النظر يا صديقي عن امكانيه شراء الكروت ومعضله هل الجيمنج يستحق انك تدفع 58000 جنيه بس في كارت شاشه، فخلوني اركب آلة الزمن وارجع سنتين ثلاثه لورا واتخطى موضوع الفلوس ده واتكلم عن RTX 4080 وايه اللي ممكن الكارت الضخم ده يقدمه ليك والفروقات بينه وبين كروت الجيل الجديد والجيل اللي قبله كمان، كله معايا في الفيديو ده. طيب MSI قررت انها تبعت لنا اعلى نسخه عندها وهي السوبريم اكس، واللي بالمناسبه بقت متوفره في السوق دلوقتي. زي ما انت شايف النسخه دي عملاقه بطريقه انا مش مصدقها. في الاول لما شفت الكارت ده كنت فاكر ان دي نسخه ال 4090 لان هي تقريبا نفس الحجم بتاع 4090 لو جيت قارنتها. لو لسه مش متخيل حجم الكارت فخلينا اكلمك بلغه الارقام. الكارت ده طوله 33 سنتي وعرضه 14 وسمكه حوالي 7 سنتي. لو لسه برضو ما تخيلتش فده الفرق بينه وبين حجم البلاي ستيشن 5. راح وغالبا السبب في حجم الكارت هو ان MSI بدل ما تكلف نفسها وتعمل احجام مختلفه من الهيت سينك لكل شريحه من شرائح انفيديا الجديده، فراحت عملت نفس المقاس لكروت ال 4080 زيه زي ال 90. وشفنا الموضوع ده الجيل اللي فات من اكتر من شركه. بص، هو الموضوع ده ميزه وعيب في نفس الوقت. الميزه انه المفروض يكون تبريده افضل لانه بيستخدم نفس منظومه التبريد بتاع شريحه اسرع منه، والعيب طبعا زي ما انت شايف الحجم، فمش هيليق على معظم الكيسات. خليني بقى اخدك في لفه سريعه لاهم الحاجات اللي انت محتاج تعرفها عن النسخه دي. اولا منظومه التبريد 3 فروزر 3 اس اللي جايه مع 3 مراوح ضخمه، والمراوح دي متصممه انها تعدي اكبر كميه من الهواء في الهيت سينك وما تخليش الهواء يثبت جوه، وده بيساعد على التبريد. دايره التبريد معتمده بشكل رئيسي على 10 مواسير كلهم متوصلين بالهيت سينك العملاق ده. من ظهر بقى الكارت هتلاقي الباك بليد الجميله دي اللي باللون الرصاصي، مديه شكل حلو للكارت وكمان ده بيساعد على التبريد. هو الصراحه التصميم معلهوش خلاف، الار جي بي واللازم منه واحد من افضل الكروت من ناحيه التصميم، انا بحب التبريد بتاع MSI. النسخه دي جايه مع دوال بايس، السويتش اللطيف ده انت بتغير بيه وضع الكارت من الجيمنج للسايلنت مود لو عايز الكارت يبقى هادي شويه، بس نصيحه خليه ديفولت يعني اللي هو بيبقى جيمنج مود عشان تاخد افضل اداء، كده كده صوت المراوح بتاع الكارت ده مش مزعج. اما بالنسبه لاستهلاك الطاقه فزي ما تعودنا مع كروت الجيل الجديد من انفيديا، فعندك هنا وصله ال 16 بن اللي بتتوصل 3.8 بن، ده معناه ان ممكن يسحب حوالي 350 واط، وهنشوف ده مع بعض لما نيجي نجرب. بالنسبه للمنافذ على الكارت فعندك هنا 3 ديسبلاي بورت 1.4 وواحد اتش دي ام اي 2.1. بصراحه كان نفسي اشوف هنا ديسبلاي بورت جديد 2.1 اللي مش موجود غير في كروت ار اكس 7000 الجديده. رقميا بقى النسخه دي مكسوره السرعه وسرعتها 2.6 جيجا هرتز على البوست كلوك، يعني بزياده 100 ميجا هرتز على النسخه الفاوندر، وبتيجي برامات 16 جيجا من نوع جي دي دي ار 6، ودي تعتبر اسرع زواكر رسوميه لحد وقتنا هذا، وسرعتها 22 جيجا بت في الثانيه. طيب خلصنا الجزء اللي كله هري ومواصفات وبتاع، وكل ده ملوش لازمه من غير ما تشوف الارقام والاداء، يلا بينا. خليني كده ابدا معاك باختبار درجات الحراره واستهلاك الطاقه. ظهر قدامكم دلوقتي اختبار فيرمر اللي بضغط فيه على الكارت وكان جايب حوالي 66 درجه. طبعا البرد اللي احنا فيه دلوقتي عامل شغل، فلو شغلت نفس الاختبار كمان شهرين ثلاثه ممكن الحراره تزيد درجتين كمان بالكتير. بصراحه كنت متوقع اشوف اوائل الستينات بالنظر لحجم الكارت، بس ستيل درجه حراره ممتازه ما فيهاش اي مشاكل. في الجيمنج نفس الكلام، شغلت البنش مارك بتاع مترو اكسيدوس 5 مرات باعلى السيتنجز ودرجه الحراره ما زادتش عن 65 درجه. اما بالنسبه لاستهلاك الطاقه فالكارت سجل على الفول لود حوالي 331 واط، وبرده ما عنديش اي تعليق سلبي في النقطه دي، المعادلات المتوقعه يعني. فانت بس خلي بالك هتحتاج باور 750 واط على الاقل فما فوق عشان شغل الكارت ده. نروح بقى لاداء الكارت نفسه في الالعاب والتطبيقات الرسوميه. في اختبار 3 دي مارك تايم سباي اللي بيقيس اداء الكروت على دايركت اكس 12، الكارت ده جاب حوالي 26000 نقطه، وده اعلى من الجيل اللي فات بحوالي 8000، يعني نسبه 40% فرق. مش محتاج اكد لك ان الجيل ده كان قفزه عملاقه على مستوى الاداء، والارقام اللي باينه قدامك بتوضح ده. اما بقى لو رحنا لاداء تتبع الاشعه والري تريسنج، في اختبار 3 دي مارك بورت رويال اللي بيقيس العمليه دي كانت ارقام لكل الكروت، وطبعا واضح ان الجيل الرابع من التنسر كورز كان له مفعول السحر. كمان ما تنساش دعم تقنيه الدي ال اس 3 مع تقنيه الفريم جنريشن الجديده اللي رفعت من اداء تتبع الاشعه في الالعاب مع كروت ار تي اكس 4000 وخلتها في حته ثانيه لما تيجي تقارنها بكروت اي ام دي من الجيل الحالي او حتى كروت انفيديا من الجيل اللي فات. وده ينقلنا لاداء الكارت في الالعاب. الكارت ده مثالي لدقه 2 كي او 4 كي، عشان كده مش هتلاقيني مجرب الكارت على 1080 خالص، وده لانه بيعمل بوتل نيك رهيب مع المعالجات على الدقه دي. في لعبه متطلبه زي ريد ديد ريديمشن 2 على اعلى الاعدادات ومن غير ما استخدم دي ال اس اس، نسخه السوبريم اكس من 4080 جابت اعلى من الاكس تي ان اي ام دي واعلى من الار تي اكس 3090 من الجيل اللي فات بحوالي 40 فريم، الكلام ده كله على 1440. لو رحنا لل 4 كي فهتلاقي نفس النسب تقريبا، لكن الفروقات قلت، وده بسبب ان البوتل نيك او عنق الزجاجه اختفى تماما. ايوه حتى على 2K على فكره في بوتل نيك بيحصل في بعض الالعاب مع الكارت ده، والسبب ان الكروت دي سريعه جدا جدا والبروسيسورز ما بتقدرش تجاريها على الدقات القليله دي، وعشان كده برضو هتلاقي الافرج بتاع الالعاب اللي انا جربتها ان ال 4080 جايب حوالي 300 و200 فريم في المتوسط على 2K، في حين ان ار تي اكس 3090 اللي هو المفروض في فئه اعلى منه من الجيل اللي فات جايب 181 بس، يعني الفرق 40% لصالح ال 4080. ولما البوتل نيك بيتشال على 4K هتلاحظ ان 4080 جايب 269 فريم مقابل 220 ل 4090، يعني الفرق بيكون حوالي 22%، وكل ده وانا بجرب الالعاب من
غير DLSS 3، يعني الفرق بيوسع كمان لما بستخدمها. بس انا مش شايفها مقارنه عادله بصراحه، عشان الجيل القديم ما بيدعمش DLSS 3، وكمان الالعاب قليله جدا اللي بتدعم فريم جنريشن الجديد. عموما ملخص الكلام، الكارت ده ممتاز لو هتجيبه مع شاشه 2K 144 او حتى 240، مش هيبقى عندك اي مشاكل. نفس الكلام على 4K، وانا بفضل تروح ل 4K عشان تضمن ان مفيش اي بوتل نيك. فيا صديقي، بما ان لسه راكب آلة الزمن وما اتكلمتش معاك في قصه الدولار والاسعار والحاجات اللي تسد النفس دي، بس الكارت ده عامه وكروت RTX 4000 كلها جباره من ناحيه الاداء، جباره فعلا لدرجه محدش كان يتخيلها من سنتين ثلاثه. اللي يخوفك بس ان الفئه المتوسطه بقت في خطر، واخشى انها تختفي تماما ويبقى المينستريم هو ال 4K وحتى ال 8K قريب، وان الموضوع فعلا يبقى محتاج 50000 عشان تشتري كارت شاشه. طيب ننزل بقى من آلة الزمن ونصطدم بالواقع الاليم، وده يرجعني لعنوان الحلقه، هل يستاهل ادفع الرقم ده في كارت شاشه؟ بص، هو ولا عشان اللي انت شفته معايا في الحلقه، وكمان سعر النسخه دي على امازون امريكا ب $1400، وده اغلى $120 بس من اقل نسخه من 4080 موجوده في السوق، واغلى $200 من سعر الام اس ار بي بتاع الكارت من انفيديا نفسها، فسعرها مش شاطح قوي. ولا عشان فعلا الرقم ده كبير جدا جدا وصعب نتقبله على سعر كارت شاشه، بس دي مشكله عملتنا احنا للاسف، وده بقى الواقع دلوقتي زيه زي سعر الايفون وجالكسي اس 23 اللي لسه نازل ب 50000 ده وكل حاجه ثانيه. فكره الترفيه نفسها حاجه لازم تتقبل انها بقت مكلفه جدا، حتى فكره اللعب على الكونسولز بقت مكلفه، فما بالك بشيء قوته جباره زي ده. طيب اخر حاجه هقولها لك بقى عشان ابقى ما حرمتكش من حاجه، لو سالتني اشتري انهي نسخه من 4080، اشتري اللي يعجبك شكلها. من الاخر كده كل النسخ الفروقات بينها بس الشكل، والتبريد بيفرق في درجتين ثلاثه، والباور كونسبشن تقريبا واحد، وكمان الكوليك سبيد قريبه جدا من بعض، فالفرق في الالعاب بيبقى حوالي 3 4 فريم بالكتير، فما تقفش عند النقطه دي كتير. لو معاك فلوس اصلا تشتري كارت بالرقم ده فيعني فمبروك عليك، اتبسط. بس السوبريم اكس من بين النسخ ال 4080 اللي جربتها كانت الاجمل من ناحيه الشكل والاهدى من ناحيه الصوت، بس مش اقل درجه حراره، وده سعره 58000 وموجود دلوقتي في السوق المصري مرطرط، فلو عايز تشتري روح اشتري على طول. وبس كده، دي كانت حلقة النهاردة. مش هوصيك، لو عجبتك تسيب لي رأيك في الكومنتس. سلام.